اختتم اليوم بمدينة رام الله برنامج القدس التمويلي بتمويل من الاتحاد الأوروبي وصندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث حقق البرنامج نتائج ختامية إيجابية تمثلت في تقديم منح بقيمة 3.5 مليون يورو لصالح 75 مشروعا في مدينة القدس. احنا اليوم باختتام المرحلة الثانية من مشروع منح القدس اللي بدناه مع الاتحاد الأوروبي من 2014، وإحنا هلا بالمرحلة الأخيرة. مشروع أدى لدعم حوالي 75 منشأة صغيرة، حوالي 20% منهم نساء، في حوالي 20 مشروع صغير بدينا معهم. إحنا فخورين بنتائج هذا المشروع من ناحية التوظيف والحفاظ على وظائف، حوالي 550 وظيفة. بهمنا إنه نقول لأهلنا بالقدس انه هذا المشروع عشان تستمروا فيهم، يستمروا في مشاريعكم الصغيره وتطوروها وتحسنوها، لانه هذا احدى افضل السبل للبقاء في القدس والعمل في القدس بشتى المجالات. We are here today to celebrate the end, the successful end of the second phase of the Jerusalem. نحن هنا لنحتفل بنهايه المرحله الثانيه من مشروع برنامج القدس التمويلي ودعم البنيه الاقتصاديه، والذي يدعم هدفنا الأساسي في حل الدولتين. وأنا سعيد لأرى الفنادق والمشاريع الصغيرة قد استفادت من هذه المنح والدعم المقدم. المستفيدون من المشروع أكدوا على أن البرنامج ساعدهم في تنفيذ أفكارهم واغتنام الفرص الموجودة، وقدم البرنامج لهم المنح لتطوير أفكارهم التجارية. بلش مشروعي بفكرة، كانت مشروع بيتي صغير بس شخصين بيشتغلوا فيه، وبفترة الكورونا قررنا إنه بدنا نطور من المشروع شوي ونغتنم الفرص الموجودة، والحمد لله المشروع بلش بيتي كمل، صرنا فاتحين محل وقدمنا على صندوق الاستثمار، أعطونا منحة قدرنا من خلالها إنه نجيب معدات متطورة أكثر واحترافية أكثر. المشروع اليوم 15 شاب وصبية بيشتغلوا فيه، كلهم من أهل القدس، كلهم أو مش كلهم، أغلبيتهم بنات، وإن شاء الله يعني دائما بنلاقي حدا اللي يدعم هيك مشاريع، وبحب أشكرهم. صاحبة مراكز أمل للعناية بالبشرة، أول ما تعرفت على الصندوق وقدمت له كان عندي لسه بفكر أفتح المركز الأول، وهلأ صار عندي الفرع الثاني. دعمني الصندوق بأنه أدخل أكتر سيرفيسز، أشتري معدات جديدة، ساعدتني أصلاً أنه يصير عندي خدمات أكتر. شكراً لصندوق الاستثمار والاتحاد الأوروبي أنهم آمنوا بفكرتي وبعملي ودعموني. ويهدف البرنامج إلى تقديم منح تمويلية للمشاريع المقدسية سواء كانت الجديدة أو القائمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من أجل توسيع نشاطاتها وتنمية أعمالها التجارية وتوفير مزيد من فرص العمل.